كنقدموا لكم من قناة شوف تي في، وهو كالتالي: وزارة الصحة تعلن عن تسجيل 102 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد حتى 10 من يومه الاثنين، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى 10,079 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 8,319 حالة بعد تماثل 35 حالة للشفاء، بينما استقر عدد الوفيات في 214. وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 538,667 حالة. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. وصلنا إلى نهاية الخبر، مع السلامة.